السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صحة عيدكم حباب. اليوم جيتكم بوصفة من وصفات العيد، وصفة الكتفة في الفرن ولا الكتفة محمرة بطريقة جد بسيطة. طلبوها مني بزاف أخواتي خصوصا في الفيسبوك. راح نقول لكم لهنا على المكونات نتاعها وندخلوا في الوصفة. عندي 2 مغارف تاع زبدة، مغرف ملح، مغرف الفلفل الكحل، عندي بصلة متوسطة، عندي حبات طماطم صغيرة، 2 سنينات ثوم، وورقة رند، وزوج مغارف تاع زيت، ونصف كاس تاع ماء. هذه الطريقة يعني كي يكون عندكم اللحم كبير، يعني كتفة، عندكم جيجو، عندكم حاجة، خصوص اللحم اللي فيه العظم، اللحم اللي فيه العظم يطول في الطياب. على هذاك ضفت له انا هذوك المكونات باش يعطيو له الجي، يعاونوه يعطيو له الجي زيت يعني باش يطيب مليح. هذه الكتفة هذه كما راكم تشوفوا فيها، نفتح فيها فتحات يعني تكون غامقة شوية باش يدخل الطياب مليح وتطيب لي في مدة وجيزة. يعني اللحم كي يكون فيه العظم ماذا بيكم تفتحوه مليح حتى تكسو هذاك العظم باش يطيب لكم اللحم. لهنا 2 مغارف زيت مع شوية تاع زبدة، كما قلنا 2 مغارف زبدة. أنا لهنا المقلاة تاعي كبيرة، راح نقلي فيها هذه الكتفة هذه. كيف راح نقليها؟ ماهوش نقليها حتى نطيب، أنا راح نقليها على الجهتين، منه نسخنها ومنه نحمرها باش نعطيها هذاك الذوق تاع اللحم المقلي. من بعد كيما نقليها مليح ويعني منه ومن هيه، ماهوش نطيبها، قلنا نقليوها يعني منه ومن هيه تعطينا هذا اللون كيما راكم تشوفوا فيه. نحكموا واش نديروا، نجيبوا الكيس الفرن الحراري، الكيس اللي نطيبوا فيه، كاين اكياس تاع 2 كيلو، كاين اكياس تاع كيلو، يعني اللي ترفد الدجاجه كومبلي واللي ترفد غير طرف صغير. انا خيرت الكيس الكبير. واش درت؟ لحت هذيك الكتفه في هذاك الكيس، والكيس هذاك حطيته في بلاطو باش ما اذا قدر الله تقبلي ولا تقطع يكون البلاطو هو اللي يحميه. انا كي حطيتها واش درت، حكمت هذاك الطبسي اللي حطيت فيه الكتفه تاعي كتر من هذاك الجو شويه. واش ضفت له؟ ضفت له هذوك المكونات اللي نعتهم لكم على الاول تاع البصله والطماطم وورقه الرند وفلفل الكحل والملح والثوم. كيما نضيفهم لثما في هذاك الجين تاعهم، نضيف لهم هذاك الماء اللي قلنا في الكاس. انا ضفت ربع لهنا وربع خليته، شليت به الصحن وزدت لحته مع هذاك اللحم كيما راكم تشوفوا. والزيت والزبده هذيك ثاني اللي قليت فيها في المقله، زدت ضفتها مع هذه المكونات لهذاك اللحم هذاك. انا نسجي في هذا اللحم بعد ما قليته، وراني شعلت الفرن نتاعي على اعلى درجه، واللي يعني انا كيما الفرن نتاعي ماهوش هذاك الفرن السخون بزاف، واللي فرنها سخون بزاف سيرتو اللي عندها الفرن اللي فيه الفونتيلاتور، الفونتيلي هذاك الفور فونتيلاتور هذاك ديرو على 180 درجة فقط، يعني يكفيها مدة ساعتين يطيب لها اللحم تاعها مهما وش يكون. كيما راكم تشوفوا انايا المكونات البصلة والطماطم وورقة الرند هذوك حطيتهم الفوق باش ما يتحرقوليش لتحت واللحم يطيب لي مليح. انا حطيتهم في هذا الكيس، هذا هو الكيس اللي نهضر لكم عليه، وهذا الرابط تاعو اللي نربط به، نربطه مليح. لازم البنات يكون الحكم للربطة تاعهم محكومة مليح باش ما يتفحكمش الكيس، لانه بعد راح يتنفخ في الفور كيما راكم راح تشوفوا. نثقبوا الكيس، لازم تثقب الكيس ثقبه بالسكين ولا بالمقص ولا كيما انا ثقبته بهذيك هذا والله ما نعرف كيف اسمه، يعني مش ما نعرفش، نسيت اسمه سمحوني، اللي نطيبوا فيه الشواء. المهم بعد ما ثقبته هاني دوك راح نلوحو في الفور، راكم تشوفوا فيها كيفاه الساشي تنفخت وكيف راه يتخرج في الهواء من هذوك الثقوب كأنها كوكوت، يعني تعمل عمل الكوكوت عامل واحد. ما تديوهاش في الفور يا البنات، راني من نهار العيد وانا نخدم غير في الفور. ان شاء الله نديرو له حملة نظافة وتكونوا معايا ان شاء الله السمانة هذه بعد نديرو له حملة نظافة. كما راكم تشوفوا بعد ساعتين من الوقت، يعني من الزمان، ها هي كي واش خرجت لي، خرجت لي كتفه محمره تشهي تشهي تشهي، يعني رائحتها يا لو كان جات رائحتها تتصور راني صورتها لكم. وكما راكم تشوفوا في البصله والطوماطيش كيف جاوا على جانب طايبين
كأنهم يعني كانوا شويتهم ماشي طيبتهم، هاكم تشوفوا فيه اللحم وحده يتفتت، هاكم يعني سخون عليا بزاف، ما قدرتش كيفاه نقطعه لكم، معليش. شوفوا واش راح ندير هنايا، راح نقلبها لكم باش تشوفوها الجهة الأخرى كيفاه راهي مدعية لهنا، يعني باش تشوفوا الطياب كيفاه يجي اللحم تنحى من العظم. راح نحاول نرفدها وندورها لكم، هاي سخونة يا البنات، هيا يا يا ياي، شوفوا ها هي كيفاه جات، يعني والله جربوها ما تندموش. وانا لهنا واش رافقتها، رافقتها بالرز البني. انتوما اي وحده تحب تدير لي فخيت تقدروا حتى هذا الجيل اللي بقى في يعني في الساشي تديروه في كوكوت صغيره، وتقصوا حبيبات تاع بطاطا تملحوهم فقط شويه وتلوحوهم هنا، تسيروا عليهم مده 10 دقائق، تعطيكم بطاطا روتي هايله. واللي تحب دير لابيري دير لابيري، انا لهنا يعني نهار درنا لابيري، نهار درنا بطاطا روتي، نهار درنا بطاطا فري، كل نهار واش درنا. اليوم درنا الرز، يعني هذه طبق من اطباق اللحم نتاعنا نتاع الخرف نتاعنا ونتاع العيد نتاعنا، ونقول ان شاء الله ربي يرده لنا بالصحه والهنا العام الجاي، ويرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء، وان شاء الله العام الجاي نديروا عيد ما خير. ونقول لكم في الوصفه هذه اللي حب يعرف كيفاه طيبت هذا الرز البني يخلي لي فقط في لي كومونتير، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. والسلام وختام حبيباتي.